السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. فيديو جديد اليوم راح نحكي عن الفرق بين ألمانيا وبين هولندا. كتير من الأشخاص، وفي يعني مئات أو آلاف الفيديوهات على اليوتيوب بتحكي عن الفرق بين ألمانيا وبين هولندا، لكن بالنهاية بيرجع هذا الشيء. أنا ما فيني أعطيكم يعني ألمانيا أفضل، ممكن أنا رأيي الشخصي، لكن كل شخص شو السبب، يعني شو سبب انه بده يختار بلد، ممكن لسبب جنسية، ممكن للعمل، ممكن للدراسة. كل شخص بيختار البلد لسبب معين. فأنا في عندي بعض النقاط راح أحكي لكم إياها. طبعا اللي ما بيعرفني من قبل، أنا أول شيء طلبت اللجوء في هولندا، بعدين طلعت لي بصمة في ألمانيا، فوافقت على عملية الترحيل. بعد ما ضليت في هولندا 5 شهور تم ترحيلي إلى ألمانيا. طبعا هذا الحكي تقريبا من سنة ونص، وصار لي تقريبا سنة ونص بألمانيا، وفي عندي بيت أختي بهولندا، فأنا تقريبا في عندي اطلاع على البلدين. فبالبداية خلونا نحكي أول شيء عن رواتب الكامبات ورواتب العائلة. أول ما الشخص بيدخل وبيطلب اللجوء بيصير بياخد، بالنسبة لألمانيا بيصير بياخد بالكامبات 42 تقريبا، بحدود يعني تقريبا 45 يورو بالأسبوع الواحد، طبعا مع أكل وشرب وكل شيء موجود عنده، يعني هاي راتب لإله. أما بالنسبة لهولندا بيصير بياخد، إذا كان هنيك في نظامين، ممكن إنه تاكل وتشرب أنت وتاخد راتب، وفي غير نظام يعطوك مصاري وبدون أكل. إذا بتكون أنت عم تاخد أكل وشرب وكل شيء بيعطوك 13 يورو بالأسبوع، وإذا ما في أكل وشرب بيعطوك تقريبا بحدود 70 يورو بالأسبوع. طبعا هذا بالنظام الكامبات. بالنسبة لألمانيا أنت بتضل بتاخد هالراتب تقريبا بحدود 45 بالأسبوع، بتضل بتاخده لحد ما تحصل على الإقامة، وبعدين بتصير على الجوب سنتر، بتطلع على شيء اسمه الهايم. الهايم بتصير تاخد راتب نظامي من الجوب سنتر يلي هو وسطيا 500 يورو، هو الحد الأقصى 560 يورو. في عالم تاخد يعني الراتب كامل 560، وفي عالم تاخد أنقص منه، ممكن ياخدوا 490 و480، في عالم 500، يعني وسطيا 500-520 راتب الجوب سنتر في ألمانيا. طبعا هذا الراتب لما تطلع على الهايم بيكون راتب كامل لشهر، انت بتاكل وبتشرب وبتشتري كل احتياجاتك عليه. بالنسبة لهولندا الرواتب هناك أقل بالنسبة للكامبات وبالنسبة لرواتب العائلات، يعني حتى بعد ما يحصلوا على الإقامات الرواتب أقل من ألمانيا. هاي حكينا على نظام الرواتب. كمان بنجي على قرض المنزل. الشخص لنعتبر طبعا بهولندا الدولة هي بتدور لك عبيت، يعني انت وين انفرزت بلديتك الدولة هي بتأمن لك بيت، بدك تنتظر بالكامب حتى يجيك شيء اسمه بيت ويعطوك قرض. أما بألمانيا لا، بتضل على الجوب سنتر، هو بيأمن لك سكن مؤقت اللي اسمه الهايم حتى تلاقي انت بيت، والجوب سنتر بيكتب لك العقد تبعه إذا كان يعني الآجار ضمن المحدد بيكتب لك عقده وبتستلم انت البيت. فقرض البيت أنا شفت في عيني يعني كثير من العالم أخذوا قروض، فقرض المنزل بهولندا بيكون أعلى بكتير من قرض المنزل عنا بألمانيا. قرض المنزل قليل، ما بعرف ليش هيك عنا. الشغلة الثالثة راح نحكي عنها التأمين الصحي. التأمين الصحي مشهور عالميا في ألمانيا، هو بيغطي كتير من الأشياء بيغطيها. يعني التأمين الصحي أنت لما تروح على المستشفى أو لما تروح على الدكتور تتعالج، هذا التأمين الصحي هو يلي بيدفع فاتورة الدكتور
وبيدفع فاتورة الأدوية. فالتأمين الصحي عنا بألمانيا أقوى من هولندا. أنا هنيك بيت أختي عم بيتعالجوا وشفت في عيني كيف نظام التأمين الصحي هنيك فيه دعم ومنيح، لكن عنا هون أقوى. يعني أنا رحت كذا مرة عالجت أسناني وأصدقائي راحوا عالجوا أسنانهم ما دفعنا أي شيء. منجي على نظام الدراسة يلي هو نظام هلا راح أحكي ممكن كتير من العالم ما تكون سمعانة هذا الحكي عن نظام الدراسة. فرق نظام الدراسة بين ألمانيا وبين هولندا. بالنسبة لألمانيا، أنت أول ما بتاخد إقامة بتاخد ورقة مكتوب عليها، يعني بما معناه أنه في عندك كورس مجاني من الدولة مدفوع من الدولة 900 ساعة أنت فيك تدرس فيهم المستوى يلي بدك إياه. طبعا أكيد ما رح تاخد مستوى أعلى من مستواك لأني ما رح تفهم بالمدرسة، يعني بتروح بتداوم بالمدرسة 900 ساعة على حساب الدولة. بالنسبة لهولندا كمان، أنت لما هنيك تحصل على الإقامة ويصير وضعك وتسجل بكورس بيكون عندك كحد أقصى 800 ساعة كورس مجاني من الدولة. تمام، ممكن في بعض الحالات إذا كان مستواك منيح ما يعطوك 800، يعطوك 600. لكن الشيء المختلف جدا 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 بين ألمانيا وبين هولندا بالنسبة للدراسة، إنه في بعض الأشخاص بيجوا على الدولة وهن يعني بفكرهم إنه لما تطلع زوجته ولما يطلعوا أولاده ما بيحب إنه زوجته تروح على المدرسة وتتعلم، بده إياها تكون ست بيت. فهذا الشيء بهولندا أنت مجبور غصب عنك تدرس زوجتك، لو شو ما عملت، لو حتى ساويت عقد عمل أبيض وتركت مساعدات الدولة، حتى أنت نفس الشخص اللي عم يشتغل أبيض مجبور غصب عنه إنه يروح على 800 ساعة، مجبور إنه يدرسها. طبعا بهولندا لما يعطوك 800 ساعة كورس مجاني من الدولة، في مقابلها إذا ضليت على المساعدات 800 ساعة شغل تطوعي مجبور إنك تروح عليهم. نحن عنا بألمانيا لا، ما في هالحكي. 900 ساعة كورس مجاني من الدولة ما في مقابلهم 900 ساعة عمل تطوعي. فالشيء المختلف مثل ما حكيت إنه بألمانيا لما الشخص تجي عائلته ويصير يسأل الجوب سنتر إنه ليش ما عم بروح على المدرسة وكذا، حتى الزوجة بيسألوا عليها. فلما الشخص يترك المساعدات بألمانيا ويصير يشتغل أبيض، يصير يعني يعمل عقد عمل أبيض، فخلص هو مو مجبور، ولا مرته ولا طبعا الأولاد ما حكى عليهم، لكن هو ومرته ما بيسألوا عليهم إذا اشتغلوا إذا درسوا ولا ما درسوا. أما بهولندا لو الشخص درس، لو الشخص مثل ما حكيت يعني سوى عقد عمل، مجبور مع عقد العمل إنه يدرس 800 ساعة. المهم يخلصهم، انه نجح ما نجح هذا مو مشكلة، لكن يخلص هال 800 ساعة مجبور هو وزوجته. بالنسبة هاي حكينا عن نظام الدراسة، وراح نحكي كمان على الأسعار والمعيشة. أنا مثل ما حكيت لكم بروح كتير على هولندا وشايف بعيني يعني فرق شاسع بين الأسعار بهولندا وبين الأسعار عنا بألمانيا. أسعار المعيشة بألمانيا أرخص. وبعدين كمان رح نحكي عن المواصلات. المواصلات رح نحكي عنها عن شقين. بالنسبة لأسعار التيكتات بالمواصلات، طبعا نحن عنا بألمانيا في شيء اسمه الدوتش تيكت، هذا التيكت تبع 49 يورو تطلع بجميع المواصلات ما عدا القطار السريع. هذا التيكت لوحده، طبعا هذا التيكت مو دائم، لكن عم بيحكوا عليه انه ممكن يضل سنوات كتير كبيرة. لكن انا لما دخلت المانيا كان هذا التيكت مو موجود، لكن مع وجود هذا التيكت بالنسبة لأسعار المواصلات يعني هذا التيكت بيعمل فرق كتير كبير شاسع. يعني تخيلوا التيكت المواصلات في هولندا اليومي على ما اعتقد 30 او 40 يورو،
سعره اليومي. أما نحن عنا هذا الدوتش تيكت 49 لكن لشهر كامل. بالنسبة كمان المواصلات كمان ما يعني لازم نحكي عنها، إنه المواصلات في ألمانيا بالنسبة للخدمات سيئة جدا جدا. يعني كتير كتير من الأوقات بتلاقوا المواصلات في ألمانيا فيها أعطال، تكون طالع أنت على وجهة معينة ما بتلاقي غير القطار يلي أمامك، هيك فجأة بيقول لك تم إلغاء الرحلة، في مشكلة، في عطل، في شيء. هاي الأمور كتير بتصير بألمانيا، أما بالنسبة لهولندا لا، هذا الشيء قليل جدا. ليش؟ شو السبب؟ إنه السكك الحديد بألمانيا هي قديمة جدا جدا جدا، من أيام الحرب العالمية الثانية هاي السكك كانت مبنية، لهذا السبب بيصير فيها أعطال كتير. وبالنسبة كمان لسرعة الإجراءات بالكامبات لحد ما تصل للأخير، هذا الشيء ما فينا نحكي عنه ألمانيا أفضل ولا هولندا أفضل. سرعة الإجراءات يعني بالأخير هي حظ، ممكن يجي شخص شخصين يعني على هولندا وعلى ألمانيا بنفس الوقت، شخص يمشي قبل شخص، هذا الشيء حظ. ما فينا نحكي إنه الإجراءات أسرع بهولندا ولا أسرع بألمانيا، مثل ما حكيت هذا الشيء حظ. بالنسبة للجنسية يلي آكل هم الجنسية، هولندا أفضل من ألمانيا بالنسبة للجنسية. ليش؟ مثل ما حكيت بالبداية عن الدراسة، عندك 800 ساعة مجبور غصب عنك إنك تدرسهم، إن نجحت ولا ما نجحت رح تحصل على الجنسية. هذا الشيء مو مرتبط بأنه إذا ما نجحت ما في جنسية، لا، إذا ما نجحت خلاص أنت درستهم بيعطوك الجنسية. أما بألمانيا لا، في عندك كتير من المتطلبات يلي مجبور أنك تحصل عليها حتى تحصل على الجنسية. إذا ما حصلت على هاي الأمور من بيناتها مستوى من الدراسة هو بي أينز، يعني المستوى الثالث، مجبور انك تاخده مع كتير اشياء تانية حتى تحصل على الجنسية. بالنسبة للعنصرية انا كتير عالم، يعني انا لما كنت بهولندا لما كنت اعيش هناك كنت اقول انه هولندا افضل من المانيا، وفي اشخاص كمان علقوا لي انه لما رحت انا على المانيا صرت احكي بالعكس. لا، انا الشيء اللي صار بالنسبة للعنصرية كنت فكر انه بالمانيا في عنصرية، وهيك بيحكوا العالم بالفيديوهات انه المانيا فيها شوية عنصرية، اما هولندا ما فيها اطلاقا عنصرية. طبعا هذا الحكي يعني تقريبا مظبوط، بهولندا ما بتلاقي عنصرية ابدا، يعني مو نادرا، نادرا جدا 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 حتى تلاقي عنصرية. بالمانيا يعني اكثر شيء بسيط، يعني اما بالنسبة انا لألي صار لي سنة ونص بألمانيا، بهاي السنة ونص موقف عنصري واحد حصل معي بألمانيا خلال سنة ونص. يعني ممكن يكون في عنصرية لكن أنا ما شفت فيها، لكن مثل ما بيقولوا بالفيديوهات إنه هولندا أفضل بالنسبة لهذا الشيء. كمان نحكي عن اللغة، اللغة بهولندا كتير قريبة على الإنجليزي، وبالنسبة للشخص اللي معه لغة إنجليزية بهولندا بيمشي أموره بشكل كتير كبير وما بيلاقي أي صعوبات. عنا بألمانيا اللغة الله أعلم شو اللغة، يعني من المعجزات أنك تتعلم اللغة الألمانية، كتير 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 صعبة اللغة الألمانية. وآخر شي نحكي عنه عن الشغل أو العمل، الشغل طبعا متوفر بالطرفين بألمانيا وبهولندا متوفر، لكن بألمانيا متوفر أكتر بكتير. كيف متوفر أكتر بكتير وكيف متوفر بهولندا؟ للأشخاص اللي معاهم لغة، لغة البلد. أنت بهولندا معك لغة هولندية أو بألمانيا معك لغة ألمانية، مباشر بتلاقي عمل. أما شخص ما معاه لغة أكيد 100% رح يلاقي صعوبات، وفي أشخاص بيضطروا إنه يشتغلوا مع عرب أو مع أتراك حتى يعني يتخطوا مشكلة اللغة.
آخر شي رح حطلكم أنا صورة أمامكم. سألت أنا أستاذ جوجل إنه ألمانيا أفضل ولا هولندا، يعني هيك سألته أنا لجوجل هذا السؤال، فجوجل حكالي إنه ألمانيا أفضل من هولندا مثل ما لكم شايفين أمامكم لعدة أسباب. حكالي إنه جودة الحياة بألمانيا في فرق شاسع بين جودة الحياة بألمانيا وجودة الحياة في هولندا. الترتيب العالمي ألمانيا أفضل من هولندا بكتير. وبالنهاية مثل ما حكيت أنا بأول الفيديو، كل شخص كيف بيشوف هو البلد هو بيحدد ليش جاي على هذا البلد، شو السبب، شو راسم لمستقبله، هذا الشيء هو بحدده أي بلد أنت بدك، ألمانيا ولا هولندا. هذا كان فيديو اليوم، ديروا بالكم على حالكم. السلام عليكم.